وفي إذن نواصل تقليب الأوراق الجميلة والحديث عن عالم الكتاب، والآن إلى ضيف الثقافية لجانا اليوم من عاصمة الحمدين بجاية الكاتب شاب فوزي سعيداني. فوزي مرحبا بك على قناة زير نيوز وعلى الهواء مباشرة. وبك شكرا جزيلا على الاستضافة، سعيد جدا كل السعادة لتواجدي هنا بينكم وعلى البلاتو. شكرا مليك، شكرا لكم. مرحبا بك. شكرا صديقي. أسف لك. بلك فوزي اليوم راك حضر معنا باش نحكيو على مشوارك الإبداعي، باش نحكيو على الكثير من المواضيع الإبداعية. قبل قليل تطرقنا إلى أكثر الكتب مبيعا في العالم، في رأيك قبل قليل أيضا سقساني رؤوف علاش الكتاب العربي بشكل عام والجزائري بشكل خاص ما يلقاش طريقه إلى هذا النوع من الاستفتاءات وما يتصنفش في نهاية العام كأكثر الكتب مبيعا وقراءة في العالم. من جانب ما نحن نقول أنه هذا جانب سلبي، لكن لما نشوف إلى الطريق الصعبة، الطريق الشائكة، الطريق التي تجد فيها شمل العراقيل التي يمر بها الكاتب الجزائري، فنحن لا يجب علينا أن نحتقره، لأنه لو نظرنا إلى كواليس هذا الكاتب الجزائري سنجد أنه يعاني مع نفسه، ثم يعاني مع المجتمع، ثم يعاني مع دار النشر، ثم يعاني مع نفسه في أخذ قرار أنه يخرج هذا العمل الأدبي إلى السوق، وهو سيكون مغامرة كبيرة، لأنه هذا العمل هي شمل الإرهاصات، هي تضحيته، تجاربه، مشاعره، هي كل ما ذلك الألم، ذلك الوجع الذي يعيشه في داخله سيضعه في هذا العمل الأدبي الذي هو بالنسبة لي شيء كبير. صح. واليوم نترك حضر معنا باش نحكيه على هذه الرحلة الصعبة للمبدع الشاب في الجزائر لإخراج إبداعاته إلى النور وتسليط الضوء عليها. أنت عندك 5 روايات لم تنشر بعد. نعم. علاش؟ حدثنا أكثر عن هذا المشوار الصعب، عن هذه الأعمال التي تنتظر ناشر يتبناها ونشوفها على رفوف المكتبات. في البداية في سنة 2013 كنت بصدد نشر ضاوية ونشرتها وخرج منها 100 نسخة، ثم جمعت النشر لأسباب كثيرة، أسباب نفسية، أسباب مادية، أسباب تتعلق بالعمل خاصة، لأني وجدت نفسي دخلت في صراع ديني ما بين الإسلام والمسيحية، ما بين أنثروبولوجيا أمازيغية، واقع أمازيغي محتقر، وصراع مع اللغة العربية وضاوية، يعني هي حكاية أمازيغية بالذات من شخصها، من شخصية ضاوية كبطلة وشخصية عدنان، وكتبتها باللغة العربية، يعني وجدت روحي في صراع. بعدين قررت أني أجمد النشر، أكون في راحة، أخذ قرار أقنن هذا العمل ألقحه. لكن المشكل الأكبر يا مليك أنه أكبر مشكلة لقيته مع دار النشر، يعني وجدت أنه دخلوا لي في صراع مادي، دخلوا لي في أسئلة مادية قبل ما يشوفوا العمل، قبل ما يركزوا على العمل، هل هذا العمل مؤهل يخرج؟ لكن ربما بعيدا عن الصراعات المادية، أنت قلت أنه هناك المحتوى أيضا لعب دور في عدم خروج هذه الروايات وهذه الأعمال إلى النور. لكن ربما اليوم لما نتحدث بواقع هناك أعمال أكثر جرأة تتطرق إلى مواضيع أكثر حساسية، لكن لقات ناشرين تبنوها ونشوفها اليوم في المكتبات الجزائرية. هذا الأمر يعود إلى الكاتب نفسه، فقد يكون كاتبا كبيرا مشهورا له رواج كبير، هذه دور نشر تسعى إلى جذب هؤلاء الكتاب من أجل أن تظهر نفسها على هذا الكاتب وتعمله سندا للبروز، يعني ويكون على شكل منظار لكي يهتم الناس بهذه الدار، بهذا دار النشر التي نشرت لهذا الكاتب. نعم، هناك سياسة خلف تعرف يستخدمها بعض الكتاب ليثبت نفسه، ليفرض نفسه على الساحة، ليجذب الأنظار، حتى وكان بتصرفات سلبية يمس بالدين، يمس بالهوية، يمس بالأخلاق، من أجل جذب الأنظار. أمثلة كثيرة نشر عن هذا. نعم، دار النشر تستغل هذا النوع من الكتاب من أجل صناعة إشهار، قد تعتبره إشهار، يعني يلعب على فرنكفونية كواليسية طبعا. صحيح. بعد ذلك يعني أنا فهمت من كلامك أنه طريق مسدودة فقط للمبدع الشاب. أكيد أكيد، واقع مر، خليني أقول لك واقع مر يا مليك، لأنه الكاتب الشاب يجد نفسه أنا لست أعمل، لست أملك مدخول، وفي ظل التقشف، ثم يجي لدار النشر يعني يعملوه، يفتحوا له أحضان مادية يعني ثم هو يكون يرى عمل الأدبي، يرى تاج، أنا كتبت هذا العمل عزيز، شيء مقدس بالنسبة لي. أكيد. بعدين لما يجي لدار النشر تحتقر ذلك العمل، يجد نفسه حتى في يكاد يخسر ثقته بنفسه أصلا قبل ما يجي للنشر. لهذا الحد هو صعب اليوم أنك تنشر كتاب؟ أكثر وأكثر من هذا. حتى لو كان ولينا فوزي لو سمحت المضمون روايات والكتابات للشباب الجزائري اليوم، أنت تحدثت عن هذه الرواية وكتبت
عن قصة ضاوية هذه بطلة هذه الرواية في ربما بعد نشر هذه الرواية أنت تحدثت عن رقم 100. لماذا في كل مرة الكتاب الجزائريين يجدون أنفسهم عندما تتعلق روايات تتناول الهوية أو كذا يجدون أنفسهم وسط صراع قد لا يكون أصلا هو ربما قد يكون لدى بعض الدوائر عند عامة الشعب لا يوجد، ولأن الكاتب هو قريب من الشعب ويعبر عن هذا الشعب، لماذا كل هذا لماذا كل هذه الحساسية التي تظهر حول مضمون مثل هذه الروايات؟ طيب دور نشر تنظر للأجواء قبل ما تنظر للكاتب، تبحث عن الكاتب الذي ينبش الجرح ويؤلم الجرح لكي تثير قضية لكي لها أسباب خلفيات سياسية وخلفيات حتى اقتصادية. أن تنشر لكاتب صغير فهي أشبه بذلك من اشترى كراسا من الدكان أو أقل من ذلك، لكن لما تنشر لكاتب أحدث رواج أحدث ضجة أحدث تشويش أحدث فوضى، خليني أقول لك أحدث فوضى، تنشر له كتابه فهي أظهرت نفسها للإعلام نعم هي تكون أظهرت نفسها الإعلام. أنا في المعرض الدولي تقول أنا نشرت لهذا الكتاب كاتب خالف الحقيقة خالف الواقع، هي تفتخر بهذا في حين أنه سيطرة ربما هنا سيطرة ربما المفهوم المادي أكثر من الجانب الإبداعي. لكن رأف بشماله مش دور النشر أيضا، بلك أنا كناشر ما نقدرش نتبنى، من الصعب جدا تبني مشروع كاتب شاب ونغامر به. أنا استضفت الكثير من الناشرين يقول لك صعب جدا وهناك الكثير من الخسائر المادية لما نتبناه شاب ونشره له. ماذا تقول في جانب أنه كاين كتاب يعني كانوا مستعدين ماديا لبوا الرغبات المادية لدور النشر ونشروا أعمالهم دون يعني النظرة حتى إذا كانت في مستوى لغوي ومستوى يرقى لكي تنشر هذا العمل يا مالك؟ صدقني أنه هذا لا تقول أنه هذا عوزة، لأنه شفنا في المعرض الدولي روايات تافهة جدا، روايات كارثية، لكن نشرتها دور نشر كبيرة. لكن فوزي ناشرها على حسابهم الخاص. فوزي اليوم كاين الكثير من شباب ينشروا على حسابهم الخاص، يتم التواصل مع دور نشر لتوزيع العمل فقط، يعني للقيام بمرحلة توزيع فقط. هذه اتفاقيات بعدين كل كاتب يتفق على حسب قدرته، على حسب امتلاكه للمادة، على حسب قدرته للدفع. صحيح. وبلك اليوم أمام كل هذه المشاكل المبدع والكاتب الشاب رؤوف يتجه مباشرة وهو أمر بديهي إلى مواقع التواصل الاجتماعي، إلى النشر الإلكتروني. أنت أيضا تنشر في بعض الأحيان على هذه المواقع، ربما حدثنا عن هذا المنعرج الذي يأخذ المبدع من عالم النشر ويقذف به إلى مواقع التواصل الاجتماعي إلى هذا العالم. الكاتبة الجزائرية، خليني أقول لك، الكاتبة العالمية آسيا جبار قالت إن الكاتب الجزائري يتجه إلى النشر في أماكن لن تعطي قيمة لعمله، مثلما تتجه الفتاة إلى مجتمع بعد مشاكل الاجتماع، بعد مشاكل اجتماعية تتجه إلى الشارع، يعني تهرب. الكاتب هنا ليس يتجه إلى مواقع الاجتماعي، إنما قضية هو الخيار الأخير، قضية فرار، قضية هروب، فهو يجد نفسه في كبد، في صراع، يجد نفسه في ضيق. أين يعبر عن نفسه؟ فيه بركان يجب أن ينفجر، فلن يجد فسحة إلا فسحة. لكن اليوم هناك رواج للكتابات الإلكترونية، هناك حتى هذا الشارع احتضن بهذا المفهوم والتشبيه، الشارع والذي يمثل هنا الفيسبوك احتضن ومواقع التواصل مختلف. صحيح. مواقع التواصل احتضنت عديد الأعمال الفنية والأدبية وقدمتها وساهمت حتى في انتشارها، وهناك الكثير من الأسماء صنعت اسم كبير جدا في عالم الكتابة بفضل هذه المواقع. لكن ويبقى الكاتب الخاسر الأكبر، لأنه يقدم شيء مجاني، فهذا العمل الأدبي لم يأتي من السماء، لم يحضره وحي إليه، فهو مجهود سهرات ليلية، مجهود قراءات، مجهود تجارب شخصية، قصص حب فاشلة، أفكار محدودة، صراعات فكرية فيه، يصنع عمل ثم يلقي به إلى مواقع التواصل الاجتماعي بكل مجانية، بكل عشوائية، حتى أنه لن يحظى في مواقع التواصل الاجتماعي بالنقد الذي سيحظى به لو نشر ككتاب. فالنقاد الآن
اكتسبوا شخصية يحاسبونك على كتاب. نعم الناقد الجزائري الآن له شخصية احترافية لا يستطيع أن ينقد عبر موقع التواصل الاجتماعي. احنا اختلفنا معك قبل قليل حول موضوع النشر الإلكتروني أو النشر على صفحات التواصل الاجتماعي، انت قلت أنه هو الحل الأخير للكاتب، لكن الواقع يثبت أن هناك نجوم صنعوا أسمهم باستعمال هذا الأوعية الإلكترونية الحديثة. ربما أنت اليوم هل أنت مستعد لنشر واحدة من هذه الروايات الخمسة التي تنتظر نشر؟ هل أنت مستعد لنشرها على الفيسبوك على مختلف المواقع التي تمنح أيضا الفرصة للكاتب لنشر أعماله؟ أبدا ومستحيل. أنا أفكر أن تصبح روايتي سيناريو جميل لو أبعاد اجتماعية يحقق رواج سينمائي. إذا كان تفكيري أن لكن هل سيلقى من يتبنى؟ بعدين لما أعمل أنا واجبي إذا ما حققت لا يهمني، يعني المهم أنا عملت واجبي خليني بعدين. عبرت عما تريد أن تكتب سيبقى وتقول. سيبقى عملي في السوق، سيبقى في الأرشيف، سيبقى في المكتبة، سيأتي زمن لعل وعسى سيهتمون سيجدون جراح. هذا العمل الأدبي هو دواء لهذا الجرح، مثل روايات عالمية مثل هاري بوتر. في البداية كان أصبح قصة خيالية، بعد خليني أقول لك بعد أسطوري جدا، روايات خيالية، سحر، أمواج، خيال علمي. لكن جاء جيل تبنى هذا العمل ودخل في التكنولوجيا وفي التصوير الحديث، وأصبحت هاري بوتر في كل سنة تحصد جوائز دولية. وهذا العام ربما هي السلسلة الأكثر. لما أنشر كتابي فهو يبقى للأبد كنز علم، لكن لما أنشره في الفيسبوك بين ليلة وضحاها يصبح منسي، قد تزول الإنترنت. لكن هذا الكتاب أستطيع أن أقرأه أيضا للسرقة اليوم هو سرقة الأعمال الأدبية على الإنترنت. هذا الكتاب أستطيع أن أقرأه بشمع. لكن فوزي بما أنك ترفض النشر الإلكتروني والنشر على هذه الصفحات، اليوم هناك خيار آخر، هناك الكثير من الكتب الجزائريين يتوجهون لمسابقات ذات بعد عربي، وشفنا الكثير من الجزائريين أيضا شاركوا في هذه المسابقات الأدبية وحققوا نجاح كبير. وش رأيك في هذه المسابقات؟ هل فعلا تمنح الكاتب الشاب اسم عربي؟ نعود إلى سؤالنا الأول من خلال هذا السؤال. هذه المسابقات الدولية أثبتت أن الكاتب الجزائري أجدر، أن الكاتب الجزائري له مستوى، أن دور النشر عبارة عن وسيلة، باب يدخله الكاتب. مرحلة قررت أني أنشر كتابي، دار النشر تكون في الخدمة، إذا كانت مستعدة ماديا تنشر لي، إذا ما كانت مستعدة ماديا تنشر لي. بعدين حتكون أرباح، بعدين تأخذ أرباحها ونقتسم الأرباح. لكن هذه المسابقات أثبتت جدارة الكاتب الجزائري وأن له تجربة قحة وأنه أفكار دولية، والدليل تلك الجوائز التي حصدناها منذ 2003 لحد الآن. حصدنا جوائز دولية وحتى في أوروبا في إسبانيا. يملك الكاتب الجزائري جانب إبداعي يمكن أن يؤهل لأن يكون حامل لرسالة ما هو مبلغ لها. هذا ما يبرر. هناك بعض الروايات التي تحارب في الجزائر وتنتقد في الجزائر وتحصد الذهب في هذا. هذا ما يبرر الكاتب الجزائري. وهل هناك ما يبرر دور النشر؟ لا يوجد ما يبرئ دور النشر. حتى هناك دور نشر من الأردن، من مصر، من دمشق، من اليمن تسعى لتنشر الكتاب الجزائريين. أصبحت دور النشر العربية تتمنى وتفتخر، تعتبر رمز، تعتبر نجاح أنها تنشر لكاتب جزائري. حتى فرنسا مثلا أصبحت الآن تنشر لكتاب عرب. الكتاب جزائريين وعرب تنشر لكتاب عرب، تنشره باللغة العربية ثم تترجمه للفرنسية. لكن فوزي هذا ما يعنيش أنه ليس هناك دور نشر جزائرية تتبنى شباب وتنشر لهم أعمالهم وأيضا تأخذ بيدهم إلى ربما مرحلة أخرى وهي مرحلة الاحترافية. وردهم ربما كنت سقسوهم على شمت بالنوش بعض الأسماء يقول لك لأن الأعمال ليست جيدة. زي بالك كيفاش يكون ردك لما دار نشر تقول لك مستوى هذا المخطوط ضعيف ما نقدرش نتبناه باش ننشر؟ دار نشر تعود شخصيا إلى مديرها. إذا كان مدير نشر إنسان كاتب يحس بما يحسه الكاتب فهو طبعا سيكون إيجابي، يكون إنسان جدا. أما إذا كان تاجرا، أما إذا كان تاجرا فيصبح كالنفر في الشراء. صح فوزي، وانت بعد هذه الرحلة وبعد ما كتبت هذه الروايات التي تنتظر نشر، مؤخرا توجهت لعالم آخر وهو الكتابة للمسرح. حدثنا أكثر عن التجربة. كتبت رواية عودة الطفل، هي مسرحية. في البداية كانت قصة قصيرة، حكيت عن طفل خرج للشارع فضاع بين المخدرات. هذا الطفل المتشرد لم يصنعه أبوه ولا أمه، إنما صنعه مجتمعنا الدكتاتوري. خلي أحمي ابني وخلي ابن الناس يضيع.
من هذه السياسة، من هذه الأنانية خلقنا في المجتمع طفل متعسف، طفل يسرق، طفل يعمل أي شيء، طفل يبحث عن أي شيء ليعبر، لم يجد مساحة ليعبر، ليلعب، ليثقف، ليفهم. خلقنا طفل متشرد، خلقناه نحن بأنانيتنا، أنانيتي أنا وأنانيتك أنت، خلقنا ابن هذا، خلقناه متشرد. من خلال هذا الطفل يجد في يوم من الأيام يجد أما لا تملك أبناء. هذا الأم ترشد هذا الطفل وتتبناه، ترسله إلى الدكان، يكتشف عالم آخر، تدخله إلى بيته، ثم يعود إلى وعيه، يعود إلى ثقافته، تصنع منه شاب عظيم جدا. من خلال تجربته في الشارع يكتب عمل أدبي كبير وينجح ذلك العمل في المشهد الأخير لما أختم المسرحية، وتكون فيه بعض الرقص الكلاسيكي، بعض الملحمة. ثم هذا الشاب هو عودة طفل عاد، إنقاذ طفل. هناك يعني حظ هذه السيدة التي أعادت هذا الطفل للحياة. هذه السيدة بعدها الديني والبسيكولوجي هي القدر. وهل ربما تم إخراج هذا القصة الجميلة؟ نعم، ساعدت في المسرح الجهوي في بجاية وفي سكيكدا وفي تيزي وزو. كنت غايب في تيزي وزو لكن الممثلين كانوا حاضرين. لم تلقى رواج لكن أتمنى أنها تشارك في مهرجان مستغان ومهرجان بدنا قريبا. نعم، فلهذا الكاتب أو المبدع لما يصنع عملاً ناجحاً متكاملاً جوهره صحيح لا يجب عليه أن يفقد الأمل. سيأتي يوم. نعم. خصوصاً إذا كانت تتناول مثل هذه المواضيع اليوم الحساسة. حتى اليوم المجتمع نحن نجد أنفسنا اليوم أمام صراع حماية أطفالنا اليوم. المثال مليك لعبة الحوت الأزرق صحيح. التي تصنع الحدث هذه الأيام. في كل يوم نتكلم عنها في وسائل الإعلام، ندور وندور، ثم عفوا النتيجة توصلنا إلى أنه هناك مسؤولية على الأسر الجزائرية والعائلات لإنقاذ أبنائها ومراقبتهم وتوفير هذا الفضاء الذي يسمح لهم بالتعبير عن كل مكنوناتهم كأطفال حتى لا يكونوا ضحايا لمثل هذه الألعاب. هل تعرف ما هو الخطأ الجسيم؟ الأب الجزائري يعتقد أنه إذا اشترى هاتف ذكي وعمل غرفة خاصة لابنه واشترى له كل الملابس وكل الأدوات وكل ما يملك يعتبر أن هذا هو الاهتمام. صح. لكن الاهتمام الحقيقي هي الروح، هي المحبة، النفسي، هي الحنان، الاهتمام النفسي هي الاهتمام، هي النصيحة، هي المزاح، هي تلك البسمة التي يمدها الأب إلى ابنه، هذا هو الاهتمام. أما هذه الأدوات فأنت ترى الآن واقع أطفالنا من أجل لعبة تافهة. ساعه جميل جدا. فوزي بالك في الأخير نشكرك على قبول الدعوة ونتمناو أنه كل هذه الأعمال المخطوطة تلقى من يتبناها من الناشرين الجزائريين، وإن شاء الله من خلال هذا المنبر تتلقى ربما عروض من دور النشر الجزائرية. في الأخير نتمناو لك التوفيق في كل المشاريع المستقبلية. شكرا لك مليك، شكرا لكم على الاستضافة، سعيد جدا بهذه الاستضافة، أني عبرت أني خرجت نوع من الذي إن شاء الله ما تكونش الأخيرة. مرحبا إن شاء الله بك في كل وقت. سعيدني ذلك. رؤوف، عودة لك إذن لمتابعة باقي أركان برنامج المسائي. شكرا جزيلا لك مليك ولضيفك الكريم، كان الحديث شيق جدا حول هذا الموضوع، الكتاب الشباب وتحدياتهم في الجزائر لنشر أعمالهم الأدبية. مشاهدين المسائية دائما متواصل، نتوقف عند فاصل قصير ثم نذهب للوقوف عند موجز لأهم الأنباء ثم نعود لاستكمال باقي الفقرات.